مستثمر مغربي افريقي في افريقيا. نحن الان نملك 26 بنك في 26 دوله، من بينهم 16 دوله افريقيه. وانا سعيد جدا بان مجموعه التجاري وفابنك بعد ثلاث محاولات فاشله للدخول الى السوق المصري نجحنا هذه السنه الحمد لله، واشترينا 100% من شركه باركليت بنك ايجيبت. نحن سعداء جدا واغتنم هذه الفرصه لاشكر جزيل الشكر البنك المركزي المصري والسلطات الحكوميه المصريه التي سهلت لنا كل المصادر القانونيه والاداريه كمستثمرين في بلدنا الشقيق الثاني مصر. نحن استثمرنا اكثر من مليار دولار في ست سنوات الاخيره في افريقيا، وبغض النظر على بعض الصعوبات كمستثمرين بالقاره الافريقيه نحن سعيدون جدا لان المردوديه في القاره الافريقيه هي في مستويات عاليه بالمقارنه مع المناطق الاخرى التي استثمرنا فيها. هذه رساله للمستثمرين سواء كانوا افارقه او دوليين يهتمون بالقاره الافريقيه. واتمم كل ما قلتم هذا الصباح فخامه الرئيس وكل ما قلتم هذا المساء بان على افريقيا ان تفعل اكثر وان تتكلم اقل. لكي نحقق الاندماج الاقتصادي المتوخى من طرف القاده الافارقه، ونحن كمجموعه التجاري وفابنك نقيم لنا ثقة وحماس تام في مؤهلات دولة مصر بعد الإجراءات الإصلاحية الشجاعة التي اتخذتموها والتي بدأت تعطي الوقع الإيجابي وستعطي وقع إيجابي في السنوات المقبلة. وكلنا دعم لتواجدنا بالتجاري وفابنك مصر لتحقيق البرامج ومواكبة البرامج التنموية لدولة مصر، وشكرا. Thank you. السيدة في المجال في هذا الرفض.